طبعا انا برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد برحب بيك يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو. وطبعا الف مبروك يعني فوز وتتويج النادي الاهلي طبعا بالبطوله العربيه لاول مره في تاريخه. ويمكن طبعا معايا في هذه اللحظات الكابتانو طبعا كابتن مودي الجرحي. طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا خليني يا كابتن ابارك لك مليون مبروك طبعا النهارده الفوز والتتويج بالبطوله العربيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. طبعا في البدايه الحمد لله، طبعا بطوله غاليه جدا اول مره في تاريخ النادي الاهلي، والجيل ده قدر يعني يسطر اسمه بحروف من ذهب بصراحه في تاريخ النادي الاهلي. واهم حاجه عندنا ان الجمهور هيفرحنا، احنا زعلناهم بقالنا سنتين بنزعلهم، ودي بدايه الحمد لله، بدايه ببطوله كبيره زي دي اول مره تخش النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله دي بدايه يعني نبتدي عليها باذن الله. مودي، يمكن طبعا النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي وطبعا الجهاز الفني بقياده مستر اجاستي بداوا الموسم النهارده بالفوز والتتويج ببطوله منطقه القاهره، ويمكن ده كان حافز كبير جدا ليكم قبل البطوله العربيه. طبعا هو الكوتش قال لنا بطوله المنطقه دي اعداد للبطوله العربيه، هي بطوله ما تصنفش بطوله كبيره، بس هي بطوله برضو احنا كسبناها بتدي ثقه حتى لو بطوله صغيره. دخلنا البطوله دي الحمد لله الكيرف عالي ماتش عن الثاني، والحمد لله قدرنا نحرز بطوله غاليه جدا جدا يعني. مودي، يمكن طبعا شايفينك يعني كنت متواجد امبارح كنت متواجد النهارده، يعني بتدعم الفريق، يعني متواجد طبعا بخلف اللعيبه بتدعمهم دايما يا كابتن، ده دورك يعني دورك مهم جدا طبعا لكابتن النادي الاهلي ان هو يكون دايما موجود مع فريق النادي الاهلي. طبعا على فكره مش مهم مين اللي بيلعب، مهم النادي الاهلي يكسب خلاص، دي يعني اهم حاجه عندنا. هو الكوتش اختار الناس دي تلعب، شايف ان الناس مش جاهزه لسه راجعين من الاصابات، هو اختار 12 لعيب كلنا في ظهر النادي الاهلي، هو اهم حاجه الناس مش هتقول مين اللي لعب، هو هيقول مين النادي الاهلي كسب. فالحمد لله مودي بشكرك جدا ومليون مبروك مره ثانيه. شكرا.